والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تعقد بورصة السلع ثاني جلستها بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا. كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وخلال أولى جلسات البورصة السلعية قد قامت بطرح 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وتم تنفيذ 18 عملية شراء بالفعل. وأوضحت أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع بلغ نحو 28 طلبا. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات مرتفعة. وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 852 مليارا و885 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 71% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 2549 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و53 قرشا للشراء و24 جنيه و61 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 25 جنيه و68 قرش للشراء و25 جنيه و78 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 29 جنيه و66 قرشا للشراء و29 جنيه و77 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.67 جنيه قرش للشراء و6.70 جنيه قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6.52 جنيه قرشا للشراء و6.55 جنيه قرشا للبيع. في أسواق المعادن، النفيسة تراجعت أسعار الذهب عند 1745 دولار للأوقية. محليا، تراجعت أسعار الذهب 20 جنيه ليسجل عيار 18 نحو 1268 جنيه. بالنسبة لعيار 21، وصل سعره إلى 1480 جنيه. أما عن عيار 24، وصل سعره إلى 1691 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 11840 جنيه. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا للسعر الخام الروسي. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 5% لتبلغ نحو 84 دولار و92 سنت للبرميل. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4% لتسجل نحو 77 دولار و54 سنت للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالمية بنسبة 1.2% لتصل إلى 3 دولارات و18 سنت لللتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل نحو 7 دولارات وسنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع الدولار تراجعا حادا أمام الين اللبناني مع تركيز المستثمرين على احتجاجات في الصين دفعت اليوان إلى أقل مستوى في أسبوعين. هذا واندلعت احتجاجات مناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين، وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط 10 قتلى في أوروميتشي بأقصى غرب البلاد. وقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد. كما تراجع الدولار أمام اليورو الذي ارتفع في أحدث تداولاته بنسبة 69% إلى دولار و4 سنتات، ليبقى حول أعلى مستوياته منذ أواخر يونيو الماضي.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا يوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.